كشفت دراسة حديثة أن ربع سكان العالم يعانون من فقر الدم وتبعاته الخطيرة، مع زيادة حادة للإصابات بين النساء والأمهات والفتيات الصغيرات والأطفال ما دون سن الخامسة. وأفادت دراسة التي نشرتها مجلة لانسيت العلمية أن هناك فجوة كبيرة في تلقي الرعاية الصحية وتغذية جيدة في مناطق مختلفة من أنحاء العالم. في أو حول هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت دكتور فيرا متى، اختصاصية في التغذية العيادية. أهلا بك معنا دكتور. يعني نود بداية أن نفهم ما هي أهم أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفقر الدم. مساء النور. العالم تعرف أنه فقر الدم دايما بيكون من نقص حديد، هذا الشيء غلط. في عنا كتير أسباب لفقر الدم، تنقدر نعالج صح لازم نعرف شو هو السبب الأساسي أو نقدر نشخص شو هو فقر الدم. فقر الدم فيكون أنا دايما بقسمه لشقين، أول شق فيكون غذائي والشق الثاني فيكون صحي أو ناتج عن مرض أو وراثي. بالشق الغذائي فيكون عنا نقص حديد أو نقص فيتامين البي 12 أو حتى نقص الفوليك أسيد. أما بالنسبة للشق الصحي الثاني فيكون يا إما وراثي مثل ما يعرف بالهيموليتيك أنيميا أو تلاسيميا، وهذا بيكون كرونيك ولازم دائما نكون عم نقوم بالتريتمنت الصح لمدى مزمن. صحيح. أما الأمراض الصحية في عنا مرضى الكلى، مرضى السكري بيتناولوا أدوية دايما بتخلي يصير في عندهم فقر دم دايم، أو حتى مشاكل بالمعدة وهضمية، وهذا الشيء بنشوفه أكثر عند الرجال أكثر من النساء. سو تنقدر نعالج فقر الدم لازم نعرف مظبوط شو كان سببه تنقدر نعطي التريتمنت الصحيح. طب بالحديث عن الأنواع، يعني علمنا كذلك أن هناك أنواع متعددة من فقر الدم، ما الفرق بينها وأعراضها يعني باختلاف أنواعها؟ نعم، باختلاف أنواعها أعراضها دائما متشابهة. يعني مثل ما بنعرف أنه الدم هو اللي بيحمل الكريات الحمر بالدم، هي اللي بتحمل الأكسجين والغذاء الكامل لمختلف خلايا الجسم. لها سبب، بس يكون في عنا فقر بالدم بصير في عنا أصلا فقر بالأكسجين يلي بيوصل على الدماغ على القلب على كافة الخلايا بالجسم، وبالتالي بصير في عنا وجع راس دائما، تنميل بالراس، تنميل بالأطراف، وجع راس دائم، فتيق، ارهاق دائم، شحوب بالوجه، وحتى في عنا الاورجنز يعني مثلا مثل القلب والاعضاء الحيويه بالجسم كمان على المدى الطويل تصاب بالتلف، خاصه القلب واذا كنا بمراحل النمو خاصه عند الاطفال بيصير في عنا كثير ضعف بعضله القلب، وهذا الشيء كمان بياثر على النمو. طب دكتور، اما لماذا الاطفال والنساء؟ يعني أعذر على المقاطعة، لكن هنا هم الأكثر عرضة، يعني حسب التقرير أنه هم الأكثر عرضة لتعرض لفقر الدم. صحيح. بالنسبة للأطفال، لأنه عادة الأطفال ما بيأكلوا مثل ما لازم يأكلوا، ما بيتناولوا، بيعذبوا كتير أمهاتهم بالأكل. إذا كنا عم نحكي ببلاد غنية، أما بالبلاد الفقيرة الغذاء منه متوفر مظبوط لهالأطفال، لهالسبب بيعانوا أكثر من نقص فقر الدم لأنه ما بيتغذوا بطريقة مظبوطة. أما بالنسبة للفتيات بعمر البلوغ، لأن بصير في عنا مشاكل أكثر بالبيريد والدورة الشهرية بصير في عنا فقر دم. وبالنسبة النساء خاصة من بعد الحمل، ومنعرف نحن بالبلاد الفقيرة بصير في عنا أعداد للحمل أكثر بكثير من البلاد الغنية، وهذا الشيء بخلي يصير في عندها فقر دم، لأنه الأم كل حبل بتقوم فيه بتكون عم تعطي أكثر من حالة من التغذية. هي مثل ما قلنا هالبلاد الفقيرة أصلا تغذية عندهم سوء تغذية، لسبب الأم بصير في عندها فقر دم تتقدر تنقل كافة التغذية. ما هي أساليب التغذية، خلينا نقول المثيلة يعني لتفادي فقر الدم، وكذلك سبل العلاج والأساليب يعني للتعامل مع أعراض فقر الدم دكتور؟ نعم، مثل ما قلنا بالاول بدنا نعرف شو السبب. في كثير اشخاص بيجوا لعندي على عياده بيقولوا لي انا عندي فقر دم مزمن، دائما بياخذ الحديد وما بيمشي الحال. ما هون فينا نعرف انه مش دائما فقر الدم يعني نقص حديد. بدنا نعرف اذا نقص حديد بنتناول حبوب الحديد حسب قد ايه الكونديشن متطوره. اما اذا كان نقص بي 12 بدنا نتناول البي 12، اما اذا نقص فوليك اسيد نتناول الفوليك اسيد. اما اذا كان فقر الدم ناتج عن عدم امتصاص للمعادن والفيتامينات بالجسم، هيدا الشيء جاي من قرحة أو تقرحات بالمعدة، علينا أنه نعالج المعدة. أما إذا كان
الاسباب الثانيه اللي مثل ما قلنا وراثيه، كمان هون علينا انه نكون عم ناخذ دائما يا اما دم بالبريد، حديد بالبريد اذا كان نقص حديد، اما اذا كان مثلا مثل الثلاسيميا علينا انه ناخذ دائما الفوليك اسيد بانتظام. دائما التريتمنت هو واحد، تكون التغذيه مناسبه، دائما بنعرف انه معدن الحديد والبي 12 والفوليك اسيد موجودين بكثره بالاطعمه يلي مصدرها حيواني. لهالسبب الاشخاص الفيجن يلي عم يسمعونا هلا عليهم انه دائما ياخذوا حبه بي 12 ولو مره بالاسبوع تيضمنوا انه ما يعملوا فقر دم ليتر اون. يعني نعم. بيبقى انه نكون عم نتغذى بطريقه صحيحه ونشوف اي معدن ناقصنا تنتجنب يكون عندنا فقر دم. كنت معنا من بيروت دكتور فيرا مت، اختصاصية في التغذية العيادية، شكرا جزيلا لك.